يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر من قضاء حاجة، يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر كقضاء الحاجة، الذهاب لقضاء الحاجة أو أقيمت الصلاة فقطعت الطواف، فهل لي أن أبني على الطواف السابق بعد قضاء حاجتي؟ إذا انتقض وضوءك فلا تبني على الطواف السابق، أما إذا كنت محتفظا بطهارتك وفصلت في الطواف لتصلي أو عرضت لك حاجة خرجت لقضائها غير انتقاض الوضوء ورجعت قريبا فواصل طوافك وابني على ما سبق. نعم.